يقول السائل: نحن جماعة من الشباب نرجو إجابتكم عن سؤالنا هذا لفشو البلوى به. عندنا داعية يزعم العلم ويقول بوجوب التركيز على الربوبية في هذا العصر، وبجواز سفر المرأة بلا محرم لطلب العلم الشرعي العيني في الجامعات المختلطة، وينتقص بعض الصحابة كالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول أنه يمثل الرأي الظالم الجهول، ويغمز في اثنين من علماء هذا البلد رحمهم الله. السؤال: ما هو الموقف الشرعي الذي يجب اتخاذه معه؟ الموقف الشرعي أن تتركوه وأن لا تعتبروه شيئا، اتركوه وتجنبوه، ولعل الله يمن عليه بالهداية أو يكون ضرره على نفسه. أما أنتم اتركوه، لا تجالسوه ولا إلا أن يتوب إلى الله ويترك هذه الأمور. نعم.